بنجدد التحية لحضراتكم في صباحنا مصري، ومن ضمن فقراتنا أيضا هذا اللقاء الطيب إن شاء الله مع ضيفنا وضيف حضراتكم دكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة، متعلق بموضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهناك مبادرة تسمى مبادرة مشروع، يعني طرحتها الدولة، وهناك قانون أيضا ينظم العلاقة بين المواطن وجهات التمويل المختلفة فيما يتعلق بعدم انتظار الوظيفة وخوض غمار العمل الحر، بما له من فوائد كثيرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أيضا. فوائد هذه المشاريع المختلفة والإقبال عليها ربما يشجعها مشروعك أو مبادرة مشروعك من خلال ما تقدمه من دراسات جدوى أيضا وتسهيلات فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية مع هذه المشروعات الوليدة. للحديث أكثر نرحب مرة أخرى بضيفنا وضيف حضراتكم الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة. ما الذي يا فندم يقدمه هذا المشروع القومي لتشجيع الشباب على خوض غمار العمل الحر دون انتظار الوظيفة؟ هو بس عايزين نوضح حاجة، إن إحنا عندنا في عام 2013 كان عندي نسبة البطالة حوالي 13.2%، النهاردة هي وصلت لحد حوالي 7.2%، وده تغير كبير، النصف تقريبا، تقريبا النصف، وحصل تغيرات كبيرة جدا لازم ناخدها في من ضمن إجراءات الدولة، سواء على مستوى العديد من الوزارات زي وزارة، نبدأ بوزارة القوى العاملة اللي عملت العديد من المبادرات مع بالتنسيق مع الشركات، ثم وزارة التنمية المحلية، ثم وزارة التضامن الاجتماعي، وبعد كده قدرت الدولة في الآخر تطلع بمبادرات جميلة جدا زي مبادرة مشروعك، ودي كانت من أبرز المبادرات اللي موجودة حاليا. وزارة التنمية المحلية حوالي أنشأت أكتر من 260 مقر لها على مستوى المحافظات، 27 محافظة. هذه المبادرة بتخدم على كل الشباب اللي موجودين في مصر. عندنا أعمار الشباب بتتراوح من اللي هم أعمارهم من 18 ل 29 سنة حوالي 20 مليون شاب، بتخدم على كل الشباب اللي موجودين داخل مصر، في إجراءات ميسرة، في تسهيل في الإجراءات، كل ده طبعا لأن كان برضو عندنا بعض الموروثات اللي احنا لازم ناخدها في حساباتنا، الموروثات الثقافية اللي هي كانت موجودة داخل القرية. أنا عندي 4742 قرية، حوالي 31,000 عزبة وكفر ونجع، كل هذه القرى أهالينا في القرى كان دايما بيبص إن عنده موروث، إن العمل الحكومي هو العمل هو العمل كذا هو العمل كذا، لدرجة أنه كان ممكن يعني يبيع أرضه عشان يوصل للعمل الحكومي عشان يعمل أي شيء في مقابل، حتى أنه يسيب، وده طبعا مفهوم خاطئ حتى أوروبيا. نسبة العمل العاملين في الجهات الحكومية بيبقوا قليلين جدا، نسبة، وده تقرير أممي صادر من الأمم المتحدة، أن نسبة المشروعات الصغيرة المتوسطة على مستوى العالم بتشكل حوالي 90% من حجم الشركات اللي موجودة عالميا، بتشكل حوالي أكتر من 60% من حجم الاقتصاديات اللي موجودة في اقتصاديات السوق اللي موجودة على مستوى الكثير من الدول. طيب ازاي نحفز الشباب بقى، يعني بعيدا عن هذه النظرة التقليدية للوظيفة الحكومية؟ البعض يقول ان الوظيفة الحكومية والراتب هو مخدر فقط حتى لا يعني ينطلق ويستغل كل طاقاته، احنا عايزين نشجعه بالفعل ان هو يخوض غمار العمل الحر من خلال مشروعه. هو اولا من خلال مشروعك الدولة النهاردة، ومن خلال العديد برضو من المشروعات، عشان بس ما نتكلمش عن مشروعك كشيء اخص، انا النهاردة عندي جهات داعمة، يعني هي الدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها أكتر من 500,000 مشروع لحد دلوقتي عملتهم منذ 4 سنوات، ما لازم برضو نتكلم عن هذه المشروعات. النهاردة مشروعك فكرة من ضمن الأفكار، عندنا شغلك في قريتك برضو، شغلك ده بيشتغل على 58 مليون مواطن ساكنين في القرى، أهالينا اللي موجودين في القرى، برضو مشروعك هنا بيشتغل بفكرة دراسة جدوى. يمكن الجديد ان انا بعمل دراسة جدوى للمشروع، ان انا بعمل تحفيز للشاب نفسه، ان انا بشوف ايه هو المشروع ده، انا ممكن اقدر اموله بألف جنيه وممكن اموله بمليون جنيه، فده طبعا كل ده بيحتاج ان انا يعني زي ما بقوله ايه، محتاج برضو يعني عشان نضيف هذه اللمسة الجميلة في الموضوع، ان انا محتاج العديد من المتخصصين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة عشان اقدر ادي، يمكن عن تجربة انا مريت بها مع العديد
العديد من المنظمات الدولية خاصة في فكرة المشروعات، وكانت بتتم للكثير من اللي هم بنقول عليهم لاجئين في أكثر من دولة، كان بيتم تدريب هؤلاء الناس فترة كافية كبيرة جدا، وكان بيتعملهم زي مدرسة، واللي بينجح هو اللي بيحصل على المنحة أو المشروع، وبيتم اختياره وتأهيله وبيتم متابعته لهذا الموضوع. احنا بيبقى في بعض الأخطاء بتبقى حاصلة من بعض شبابنا، ان هو أحيانا بيحط دراسة جدوى المشروع بينفذ مشروع آخر. دي من ضمن الحاجات اللي هي بتواجهنا يعني كدولة هنا. طب ازاي نوجهه بقى ان هو يعني على الطريق الصحيح؟ ما هو يمكن أنا ما هو احنا محتاجين نعمل حاجة اسمها إعادة تدريب الأول وإعادة تأهيل لأهالينا وشبابنا اللي هم موجودين في القرى، واعتقد يعني محتاجين منصات كبيره جدا للتدريب خاصه في القرى، ويمكن حياه كريمه بتشتغل على الموضوع ده، بس برضو محتاجه ندي مساحه اكبر لفكره الحرف في مصر، لان عندنا مشكلات انقرضت. عندنا في خريطه طيب هذه الحرف او طبعا فندم في خريطه موجوده لهذا الموضوع. يعني مثلا على سبيل المثال انا عايز اقول لحضرتك حاجه، محافظه الغربيه من ضمن المحافظات الكبيره جدا في فكره انشاء الفخار. عندنا كثير من القرى في محافظة الجيزة بتشتغل على فكرة السجاد، وتعتبر قرى منتجة للسجاد ومنتجة للعزيد من عندنا العديد من المبادرات برضو اللي أمعامت بها وزارة التنمية المحلية، زي فكرة أيادي مصرية. أيادي مصرية نجحت وبقت أيادي أفريقية. فكرة إن أنا يعني لما نجحت أيادي أفريقية واشتغلت بحوالي 12 مليار جنيه، أنا بقول لحضرتك يعني احنا بنشتغل فيها كده بطريقة الهواء. لو خدنا هذا فكرة الحرف وعلى مستوى مشروع قومي وعلى مستوى عالي جدا، أنا النهاردة هتبقى عندي هذه الحرف عبارة عن صناعات بتصدر للكثير من الدول الأوروبية. وأعتقد أنا شفت منتجات وشفت دول كتيرة اقل مننا في المنطقه اشتغلت في هذه في فكره الحرف وبدات تنجح بشكل كبير جدا. طب احنا عندنا ميزه نسبيه في ايه يا فندم؟ عندنا مثلا بعض المحافظات فيها مجال زراعي، في بعض المحافظات فيها مجال صناعي، في بعض المحافظات فيها مجال سياحي. الاولويه هنا يعني للشباب هل مرتبطه برضو بالمحافظه، ولا ممكن يروح شايف ان هو يقدر يصنع مثلا فيروح المدن الصناعيه اكتوبر او العاشر او مدن صناعية جديدة؟ هو لو بصينا بس لتقسيمة المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، هنلاقي في مناطق صناعية داخل المحافظة نفسها، فهنلاقي في مناطق برضو زراعية واقتصادية، وفي قرى داخل هذه المحافظات. يعني أنا ممكن أشتغل في المحافظة بتاعتي طالما هلاقي فيها العائد اللي أنا منتظره، سواء حرفة معينة، سواء في الفخار أو في السجاد أو في تربية المناحل أو غيرها أو العديد من هذه الأنشطة. النهاردة هقدر أنمي العديد من هذه الأشياء. يعني لما حاجة أعمل لك مقارنة صغيرة بس ما بين مصر والولايات المتحدة، كان في تجربة أنا مريت بها في أحد المدن في غرب الولايات، المناطق اللي احنا بنقول عليها المناطق العشوائية أو المناطق الخاربة أو المناطق اللي هي فيها أماكن الغير أمنة، تم تنظيف وتطوير هذه المناطق وبقت وحتحط فيها عربات الطعام، وبدأت يبقى فيها بقى عجائلين. النهاردة مصر طبقت مبادرة صغيرة خاصة بعربات الطعام وعملتها وبدأت تشتغل بها وزارة التنمية المحلية. هذه المبادرات بتعمل نوع من التشغيل للشباب، وبتعمل دمج كمان للاقتصاد اللي احنا بنقول عليه اقتصاد غير رسمي. انا عندي الاقتصاد غير رسمي في مصر حوالي 8 تريليون جنيه، برضو مبلغ كبير جدا انا محتاج ادمجه في الدولة عشان تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، عشان اقدر افيد اجيال كثيرة موجودة. انا عندي اكتر من 20 مليون طالب برضو على مستوى المدارس اللي هو التعليم ما قبل الجامعي، دول برضو محتاجين اعمل لهم حاجة اسمها دراسة لما بعد العمل. برضو أنا في مشكلة بتواجهني خاصة بالتعليم كانت زمان، وهي فكرة أن التعليم ما بينسقش مع القطاع الخاص، دايما كان بينسق بينسق دايما مع القطاع العام، مع أن أنا أغلب الناس طالعة على أساس القطاع الخاص. يعني أنا العاملين في القطاع الخاص حوالي أكثر من 27 مليون. طب قد يعني زمان كانت المدارس دي منتجة، مدارس الصناعية والكهربية والزراعية كانت بتنتج مثلا ألبان في الزراعية ودواجن وحاجات كده، النحاس والمجهولات والخشب والزجاج والفخار والحاجات دي برضه كانوا بيتوجها في المدارس. هو هقول لحضرتك حاجه، احنا بعد يمكن كان في اخر مبادره زمان كانت موجوده، كانت ما بين مصر والمانيا، مبادره مبارك كل زمان. كانت هذه المبادرات من ضمن المبادرات الناجحه جدا اللي كانت بتساعد وتحفز هذه المدارس ان هي تشتغل وتقدر تبقى مدارس منتجه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. فكره برضو ان انا كنت بغذي وفاصل التعليم الفني بقطاع منفصل، انا محتاج برضو التعليم الفني قطاع مهم جدا، والتعليم الفني على فكره احنا اللي محتاجينه، مش محتاجين اي حاجه ثاني غير التعليم الفني.
لان التعليم الفني هو الحرف اللي موجوده في مصر، هو الاقتصاد الرسمي اللي الدوله محتاجاه في الفتره القادمه، هو اللي هيحفز وهيزود مستوى الدخل للمواطن الموجود داخل القريه في مصر. طيب من خلال مبادرتكم بقى ومشروعك، ازاي نربط يعني الطالب اللي لسه متخرج بسوق العمل، ازاي المقبل على مشروع جديد هو بيفهم فيه الى حد ما وعايز يتدرب بزياده، عايز تمويل، عايز يعرف دراسه الجدوى، عايز يعرف هيتعامل ضريبيا ازاي عشان يخش تحت المنظومه الرسميه للاقتصاد. هي هنا الدوله لازم برضو نبقى واضحين بتتعامل مع المواطن من حيث ان هو عنده مستوى من النضوج عالي جدا جدا ان هو هيقدر يعامل دراسه جدوى للموضوع. لا انا محتاج اساعده، محتاج اعمل له نوع من التحفيز. ازاي؟ طب اوضح له الامور ان هذه القريه مثلا هتشتغل معاك في الاطار الفلاني، او المجمع الصناعي ده هيخدم عليك في الاطار العلاني، فبالتالي انا محتاج ادي له نوع من النصح والارشاد عشان اقدر اوجهه للطريق الصحيح بالنسبه للشباب اللي موجودين داخل القرى بالذات. محتاج الغي العديد من المهن اللي هي اصبحت مهنه من ليس له مهنه زي ما بقول. يعني في مهن انا شايف ان هي اثرت على الحرف زي مهنه السايس، مهنه توك توك، سائق توك توك. انا عندي 5,400,000 توك توك في مصر. يعني دي مشكله كبيره جدا على مستوى جمهوريه مصر العربيه. النهارده هذه المهن بدات تاثر على سوق الحرف الموجود في مصر. بدات تعمل عجز، عشان كده لقينا رئيس الدوله في الاسعار. لقينا رئيس الدوله بيزور اصحابنا واهالينا في الحرف في مناطق مصر قديمة، وهذه المناطق لأن هذه المناطق هذه الحرف بدأت يعني زي ما بيقولوا يحصل لها نوع من التحديد أو الانقراض. طيب عشان نخلي الشاب بدل ما يتجه للتوك توك يتجه لصناعة أو تجارة حتى لو كانت بسيطة في الأول، زي الصناعات مثلا البلاستيكية أو الحاجات الأجهزة المكملة لصناعة السيارات، فبرة، طب حاجة بسيطة ويمكن أن تكون ساعات يعني مكملة أو مغذية لصناعة زي صناعة السيارات. هو أنا أولا عايز المدارس اللي هي المدارس الحرفية أو المدارس الفنية في مصر تتحول إلى مدارس منتجة بشكل كبير جدا. هي المفروض يبقى المدرسة جزئين، جزء تعليمي وجزء إنتاجي، عشان أقدر يبقى في معارض مستمر لهذه المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية. أفعل هذه الوزارات معينة، يبقى مشروع عندي مشروع قومي خاص بالحرف في موجود في مصر خاصة في القرى. ده اعتقد هيساهم في رفعة الاقتصاد المصري، والكثير من الدول الاسيوية ظهرت في فترة معينة، ودول في افريقيا كانت بعيدة خالص عن فكرة النمو ظهرت مرة واحدة بسبب فكرة الحرف وتنمية الحرف وتنمية العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة. طيب يمكن ان نستفيد من هذه الدول التي لها باع طويل في بعض المجالات، ونبتدئ من حيث انتهى الاخرون في مجال الصناعه بتاعتهم او الزراعه او المشروع الاستثمار الزراعه السمكي، او يعني ليهم ميزه نسبيه عندهم احنا ناخده على الجاهز ونطبقه عندنا؟ هو طبعا احنا عندنا يعني نماذج اوروبيه وعندنا نماذج افريقيه موجوده. يعني عندنا عايزين حد بيئته مشابهه لبيئتنا زي افريقيا، دول بعض الدول الاسيويه، الهند مثلا، يعني في تشابه بين الشخصيه وال هو بص هقول لحضرتك حاجه. هو الهند طبعا عندها تجربه كبيره وتجربه رائده، بس عندها مشكلات برضه عشان بس نبقى عارفين. فهي تجربه الهند احنا مش محتاجين ننقل تجارب احد، يعني انا بقول لك بصراحه احنا نقلنا التجربه بالفعل. يعني انا زي ما قلت لك فكره عربات طعام فكره امريكيه واتطبقت هنا في مصر وبدات تطبقها وزاره التنميه المحليه. بس ما جبناش جماعه امريكان يدربونا على فكره ازاي نعملها وازاي نطبقها. هي الفكره تغيير الموروث الثقافي الموجود داخل. احنا برضه نبتعد عن النمط اللي هو الاستهلاكي، مساله الاكل والشرب والحاجات داخل دي. احنا عايزين حد يبقى عنده صنعه يعمل سجاده، يعمل يزرع مثلا قطعه ارض يستصلحها، ينسق زهور، يعني حاجة يبقى فيها انتاج وفيها ريع بعيدا عن الاكل والشرب. هو هقول لحضرتك حاجة، النهاردة انا لما عندي 260 مقر لمشروعي على مستوى جمهورية مصر العربية، انا محتاج ايه من الشباب غير ان هو يقبل عليا ويجيلي؟ انا مش لاقي. انا بقول لحضرتك بصراحة انا بيجي نسبة كبيرة قوي من الشباب، وعندنا نسبة انجاز كبير قوي، عندنا اكتر من 100,000 مشروع اتعمل في الخمس سنوات اللي فاتت. نرغبهم ان هم، ما الترغيب ده بقى محتاج ايه؟ ما يمكن جزئين اللي اتكلمت مع حضرتك فيها هي تغيير الموروث الثقافي. انا محتاج النهارده اغير الموروث الثقافي الخاص بالعمل الحكومي، اقول نو ستوب، انا مش محتاج عمل حكومي. انت عايز تبني معايا البلد، تعالى نبنيها سوا بدون اطار حكومي. العاملين في الجهاز الحكومي حوالي 3 مليون موظف، احنا برضو لازم نبص لهذا الموضوع. يعني نبص للموضوع ان العاملين في الادارات المحليه حوالي 3 مليون. فالنهارده انت النهارده مش محتاج الكم الكبير لاداره منظومه الدوله، انت محتاج تبني الدوله. عشان تبني الدوله اعتقد عملت اكثر من 40 مدينه من مدن الجيل الرابع في الايام اللي فاتت،
عملت اكتر من 1,200,000 وحده سكنيه، حوالي زودت 80% من المصانع على مستوى الصعيد اللي كانت موجوده من 500 ل 800 مصنع. كل هذه المصانع اللي زادت النهارده محتاجه ايه؟ طب التوعيه دي نجيبها من خلال الاعلام مثلا؟ التوعيه محتاجه جزء منها اعلام وجزء منها تعليم، وجزء منها تعليم ليه؟ لان انا النهارده محتاج يبقى فيه تنسيق زي ما حضرتك اشرتها او قلتها، سوق العمل مع الجامعه، سوق العمل مع المدرسه الفنيه، سوق العمل مع كذا، انا محتاج ايه؟ النهاردة ايه هي الحرف اللي انا محتاجها؟ انا محتاج ايه لسوق العمل عشان اقدر اخرج طالب؟ انا مش محتاج النهاردة كم كبير من المدرجات بالاف من الطلبة اللي هم بيخرجوا لسوق العمل، وانا محتاج تخصصات معينة سوق العمل هو اللي محتاجها. عشان كده بلاقي مثلا واحد يقول لي احنا حاملين الماجستير والدكتوراه، احنا حاملين كذا. طب النهاردة هتقدر تفيد بلدك بايه؟ هتقدر تنمي في بلدك ايه؟ هي دي الفكرة. انا مش محتاج النهاردة، انا محتاج توعية بس للشباب عشان اقدر اشتغل ووصل لمستوى اقتصادي عالمي يضاهي الدول اللي هي موجودة عالميا واقتصاديا. نعم. طيب حجم الدعم بقى المادي ده شيء يعني مهم، اعتقد مرصود له اكثر من 22 مليار دولار لمسألة تمويل هذه المشروعات الصغيرة. ازاي بقى الشاب يقدر يبقى عارف الخطوات ان هو عنده فكرة مشروع ليها دراسة جدوى هياخد لها مبلغ معين مثلا من اول مثلا 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، مسألة تسويق كمان الخدمة أو السلعة اللي هو هيطلعها بعد كده؟ هو النهاردة الفكرة من دراسة الجدوى أن أنا إزاي أنا هعمل منافس تسويقية للسلعة أو المنتج بتاعي اللي موجود، وهو ده النقطة زي ما بيقولوا نحط عليها 10 سطور. هنا أنا شايف أن النقطة دي بالذات بتبقى، أنا شايف أن هي لازم تبقى نقطة إيجابية ونقطة سلبية في نفس الوقت. يعني مش عايز أقبل كل الطلبات اللي لها دراسة جدوى وهمية. أنا عامل النهاردة مشروع وبقول ان انا هطلع منه كذا، وواقعيا على ارض الواقع هو مش هيجني هذه الثمار نظرا لظروف معينة، لظروف حاجات معينة. اصلا النهاردة مش هحط ما هيبقى نبصره بقى في موضوعية وشفافية. هو النهاردة بقى هو ده اللي يمكن انا بتكلم عليه، ان المنظمات الدولية وفي ليهم على فكرة فروع هنا في مصر بتدرب الناس على فكرة القيادة، على فكرة ازاي انا اكون صاحب مشروع جيد، ازاي احقق اقتصاديات كويسة للمشروع، ازاي اعمل اليات لنجاح المشروع. كل ده حضرتك من خلال مدربين من كليات تجارة وكليات مختصة في هذا المجال وحرفيين. إنما النهاردة أنا بكلمك بصراحة، بشوف مثلا شخص بياخد الفلوس مثلا عنده قرض معين بيسدد ديونه، عليه، وبعد كده بيجدول هذا الموضوع، وده هنا اللي بيحط الدعم بيصل زي ما بيقولوا إلى غير مستحقين. فعشان كده أنا محتاج يمكن أجهزة متعددة، أجهزة رقابية على الأداء. ما فيش اشتراطات مثلا للسن للوظيفة؟ هو السن النهاردة طبيعة المهنة أو الحرفة يمكن، لا هو أهم حاجة عندي إن هو طبعا شخص يعني صاحب رخصة أو هيعمل رخصة. يعني أنا كمان يمكن اديت مساحة إن حد ممكن أساعده إن هو يعمل رخصة جديدة، أو شخص عنده نشاط قائم موجود شغال وعايز ينميه، عايز يزوده. هو هذا النشاط مثلا في مشكلة فيه بقالها سنين، لازم أعرف بقى إيه هي سبب المشكلة، وليه توقفت طوال العشر سنين اللي فاتوا، وليه ما انجزتش. الحاجات دي كلها لازم تتحط بين السطور في فكرة نجاح المبادرات. عشان كده بنلاقي ان نسبة المبادرة بتنجح من نسبة من 20% ل 23% ل 25%، ما بنلاقيهاش نجحت 100%. بس عدم نجاح المبادرة بيرجع لكثير من الناس للشخص نفسه المتقدم، لان هو بيستغل مش جد، وبيحاول ان هو ياخد الفلوس او يعمل بيها مشروع او يتجوز بيها او يعمل حاجة بيها بدون ان هو يرجع او يحاول يستفيد حتى ويعمل او يشارك في نشاط ايجابي ان هو يقدر ينمي بيها هذه المشروعات. طيب بعيدا عن ان هو بياخد المشاريع يعني ليس على محمل الجد، لو هو عايز يعمل مشروع مثلا وفي نسبة تلوث للبيئة، احنا نشجعه على حاجة زي كده ولا بنقول لا ده ياخد بالك ان هو محروقات، في حاجات هتلوث المية، في حاجات هتلوث التربة؟ اعتقد هو كل المشروعات اللي هي بيتم التقديم لها بيكون ليها مشروعات لها رخصة، يعني معنى ذلك ان هي مصرح بيه. مشروع من غير مشروع يعني هيشكل عقوبة او هيشكل مخالفة، اعتقد الدولة مش هتدعم ولا هتساعده حتى في استخراج التراخيص اللازمة، لان هي بتساعده في التراخيص لو هو عنده مشروع جديد. نعم. انما فكرة المشروعات القائمة على التلوث اعتقد اغلبها اصلا انقرض عندنا، يعني ما فيش حاجة عندي ملوثة للبيئة هقدر اعملها مشروع واخد عليها قرض كمان من الدولة او من البنوك التابعة للدولة. يعني برضو ده تفكير شوية مش قوي بالنسبة
لفكرة إدارة مشروعات أو إدارة مبادرات. وخلي بال حضرتك إحنا الدولة بتشتغل على فكرة دعم الشباب، لأن دعم الشباب مش معناه إن أنا بدعم شباب البلد لأن هم مكون أساسي من هذا الأساس، لا، اللي أنا بدعم اقتصاد بلدي. ما هو اقتصاد البلد قائم على فكرة الحرف، يعني نجاح البلد قائم على فكرة الحرف اللي موجودة، ولازم هذا الاتجاه نشتغل. وكنا أنا بكلمك بصراحة إحنا متأخرين في الاتجاه ده بقالنا 30-40 سنة بفكرة الحرف بالذات، وبناء عليه بنلاقي فيه تناقص في حرف، وفي حرف كتير حضرتك لو إحنا فاكرين دلوقتي أصبحت نادرة جدا. يعني إحنا بنفرح لما بنلاقي إن سيادة الرئيس راح مثلا منطقة معينة عشان يشجع حرفة معينة، يمكن عشان كده الدولة اتجهت لفكرة المدن الإنتاجية على مستوى جمهورية مصر العربية. يعني عندي مدينة الأساس، مدينة الأساس دي بتغذي مدينة الروبيكي. الروبيكي كانت موجودة داخل، يعني صناعة الجلود كانت موجودة داخل مصر القديمة، وكانت بتشوه مصر القديمة، مدابغ وملوثات وكل ده. النهاردة عملت مدينة للجلود بحيث ان انا اقدر يعني اشكل نوع من المنافسة مع دولة زي ايطاليا في فكرة صناعة الجلود وتطوير الجلود، وازاي ان انا كمان اوفر سكن للناس اللي هم موجودين بجوار الروبيكي. اغلب على فكرة اصحاب الورش متوفر لهم سكن جنبهم. ففكرة انشاء المدن دي فكرة انا شايف ان هي فكرة استباقية بتساعد المبادرات اللي موجودة داخل الدولة. الجهود كلها على فكرة جهود متكاملة ومترابطة، بس محتاجة زي ما بيقولوا ايه، محتاجة إرادة من المواطن نفسه، إن محتاجة تشجيع من الأسر عشان نقدر نفعل هذه المبادرات، محتاجة تشجيع من وسائل الإعلام. صحيح. إن أنا كل يوم الصبح حضرتكم تدونا 5 دقائق بس إن إحنا نساعد في دعم الحرف على مستوى جمهورية مصر العربية. صحيح. طيب بالنسبة للشباب المقبل على العمل الحر ويعني خوض غمار هذه المشروعات يعني اللي فيها مستقبل الاقتصاد أيضا، هو بدأ بقرض بسيط ومحتاج ان هو يكبر المشروع بعد كده. في متابعة، يعني انت مشروعك كان مفروض ينتج مثلا قد كده، انتج بالفعل وكنت واخد قرض 30,000، هو ده انت محتاج يضاعف الكمية، فعايز يضاعف قيمة القرض. في متابعة ان احنا نديله قرض زيادة على الكمية. والله هو بيقدم هنا ما يثبت وما يؤكد ان 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 الموضوع اصبح فيه انتاج وفي مكسب كبير جدا جدا، فبالتالي هنا بياخد دعم اضافي. يعني هذه الفكرة. نعم. هو بياخد يعني عموما كل التوفيق للمقبلين على العمل الحر، هو بالفعل قاطرة الاقتصاد في الفترة القادمة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. نشكر الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة، كان معنا في هذه الحلقة من صباحنا مصري.